أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. السائل يقول: انتشر الآن في البنوك وبكثرة شراء السيارات بالأقساط، فمثلا يأتي رجل ويشتري سيارة ب100,000 بطريقة الأقساط الشهرية، فكل شهر يدفع جزءا من المبلغ، ثم يبيع هذه السيارة من نفس البنك في يوم شرائه بمبلغ 65,000، فهل هذه العملية جائزة شرعا؟ مسألة الاستدانة التي بمعنى تشري سلعة بثمن مؤجل وتبيعها بثمن حال وتستفيد من ثمنها، هذه تسمى مسألة التورق، والعوام يسمونها الغايبة والدينة والوعدة. هذه تجوز بشرطين عند جمهور أهل العلم. الشرط الأول أن تكون السلعة مملوكة للبائع قبل العقد، فإذا كانت البنوك أو غيرها تملك السلعة موجودة في حيازتها وشريت منها واستلمت السلعة، هذا أيضا شرط أن تستلم السلعة وتقبضها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تباع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. الشرط الأول أن تكون السلعة موجودة عند البائع وفي ملكه قبل العقد، سواء كان البنك أو غير البنك. الشرط الثاني أن تقبضها بعد البيع وتنقلها من مكان البائع وتبيعها في مكان آخر. الثالث أن لا يشتريها من باعها عليك بثمن مؤجل، فإن اشتراها فهذه مسألة العينة، رجعت إليه وأخذ الزيادة، هذه مسألة العينة اللي سبق أن بيناها في أول الدرس. فإذا توافرت هذه الشروط الثلاثة فلا مانع. نعم. أما إذا اختل شرط منها فلا يجوز. نعم.